صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل، صباح الابتسامه، صباح يوم جديد ان شاء الله مليان خير وبركه باذن الرحمن. اهلا بكم في حلقه جديده مع نونا والبلد ديوكر على شبكه قنوات بي ان سي، ومكملين مع بعض اسبوع تجهيزات السفر. عملنا ايه من اول الاسبوع لاخره؟ عملنا تجهيزات حلوه جدا وهنشوفها يوم الخميس كلها وهنتكلم عليها كلها. طبعا كل اللي بيتعمل بتشال في الفريزر اللي هيتفرز، والحاجات اللي هي التانية اللي ما بتشالش في الفريزر شايلينها في المطبخ علشان يوم الخميس نشوف عملنا ايه ونجهز مع بعض شنطة السفر بتاعت الحجة او العمرة، ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب، او لو مسافرين اي اجازة يبقى الحاجات بتاعتنا كده جاهزة وخفيفة علينا توفر علينا كتير. هعمل ايه النهاردة؟ امبارح اشتغلت في اللحوم، النهاردة هنشتغل في الفراخ والارانب. فراخ وارانب في السفر؟ اه فراخ وارانب في السفر. مش معنى ان انا مسافرة انشف معدتي بمعنى اصح ان انا افضل اكل نواشف، اكل مكرونه وبانيه، اكل سندوتشات جاهزه، لا لازم كل حاجه انا بحبها تكون معايا. هعمل ايه النهارده؟ هنعمل البانيه المبصم. يعني ايه البانيه المبصم؟ يعني اللي معمول ببقسماط. في المطاعم بيقولك ايه وفي التجهيزات بتاعه المطبخ هنعمل كميه بانيه مبصم. يعني ايه بانيه مبصم؟ ممكن مش شغالين في المطبخ قوي ما يعرفوش يعني ايه كلمه مبصم، يعني اللي معمول بالبقسماط اللي هو بيبقى جاهز للاليه. ده اللي هنعمله النهارده باسهل طريقه، القطعه تبقى معانا ماسكه نفسها، ما تبقاش سايبه او طريه. مش هعملها ببيض لان انا ما بحطش اصلا في البانيه لما باجي اقليه بيض. هنشوف النهارده باسهل طريقه وابسط طريقه وهنشوف هنشيله ازاي. دي اول حاجه هنعملها اللي هو البانيه المبصم. هنعمل ايه تاني مع بعض النهارده في التجهيزات بتاعه السفر؟ هنعمل الشيش طاووق بالتتبيله اللي عملناها قبل كده. هنسويه 3 ارباع تسويه بالخلطه بتاعتنا وهنشيله معانا يتجمد، يبقى يا دوب ان احنا نحطه في طاسه بالفلفل بالبصل بتاعه بكل مكوناته، يا دوب نحطه في الطاسه هنديله تشويحه وهنحفظه بشويه زيت سندباد علشان يبقى مش محتاج ان احنا ناخد معانا زيت، يا دوب في الطاسه كده ياخد تشويحه يبقى جاهز على الاكل على طول. عندي ثالث حاجه النهارده هنعملها ان شاء الله هي الارانب. هنسلقها ونحمرها؟ لا طبعا مش هنسلقها ونحمرها، هنشوحها زي ما عملنا اللحمه، يبقى متاخده معانا يا دوب لو عايزين نعملها بشوربه تتسلق مع حبه رز ابيض كده اهوت، او نعمل لها مثلا حبه ملوخيه يبقى تمام قوي. عايزين ناخدها يا دوب ان احنا نبصمها نعملها ببقسماط ونقليها يبقى جاهزه على كل حاجه. باقي حلقتنا هنعمل ايه؟ اكيد مش الحلقه كلها، هنعمل الثلاث اصناف دول بس. باقي حلقتنا هنعمل ايه ان شاء الله؟ هنجاوب على كل اسئلتنا اللي وعدتكم امبارح ان احنا نجاوب عليها. نشتغل بقى ونشوف هنعمل ايه النهارده. هتنزل مقاديرنا على الشاشه. مقاديري سهله وبسيطه جدا، ما تعتبرش مقادير. عندي كميه بانيه زي ما انتم عايزين، ربنا كرمنا بيه نص كيلو كيلو زي ما حضراتكم عايزين. عندي نص كيلو بانيه وعندي بقسماط اللي هو المتبل الجاهز، بنجيبه اكياس جاهزه. مش عايزه استخدم الجاهز، هجيب البقسماط بتاعنا. مقاديري على الشاشه علشان نصورها او نكتبها بس هي معروفه ان شاء الله. عندي ايه؟ نص كيلو بانيه شرايح، عصير ليمون بقسماط جاهز، ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. تاني هنستخدم ايه في البقسماط او في هنستخدم ايه في البانيه المبصم؟ شرايح بانيه بقسماط جاهز اللي هو المتبل الجاهز، ملح وفلفل اسود وعصير ليمون. وهقول ليه انا عايزه عصير ليمون في الوصفه دي. حاجه تشال المقادير بقى بتاعتنا ونبدا نتكلم واحده واحده عن الصنف بتاعنا. البقسماط يا اما هنجيبه جاهز، انا عن نفسي بحب الجاهز بيبقى متبل تتبيله حلوه بيديني قوام كويس قوي للبانيه. مش عايزه استعمل الجاهز وعايزه استخدم البقسماط. عندي في البقسماط اللي احنا بنجيبه نعمل مطحون جاهز، مش عايزه اعمل دوت. عندي فينو شايلاه حمصته في الفرن ورحت مدياله ضربه حلوه قوي في الكبه ورحت نخلاه علشان يديني خليط ناعم خالص. تبلته بايه؟ بالتوابل اللي انتوا عايزينها، ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه بتدي تطعيمه حلوه قوي للبانيه، بصل بودر، ثوم بودر، التتبيله اللي انت عايزاها او التوابل اللي بتستطعميها حطيها في البقسماط. مش هتقولك لا، ده بالنسبه للبقسماط اللي احنا مش هنجيبه متبل جاهز. عندي ايه النهارده؟ عندي ليمون. ممكن حد يقول لي احنا هنتبل بليمون ازاي؟ الليمون دوت هو اللي هيدينا قوام كويس لقطعه البانيه ان هي تبقى ممسوكه ما تبقاش طريه. في ناس بتتبل بميه بصل وتفضل تضرب في البصل وتبدا تعصره وتاخد الميه بتاعته، لا انا كل دوت بختصره في مرحله واحده بس وهي عصير الليمون. عصير الليمون بيديني مزازه حلوه قوي، في نفس الوقت بيديني قوام حلو قوي لقطعه البانيه بتاعتنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هبدا الاول اتبل شرايح البانيه بتاعتنا. خلوا بالكم ان البقسماط اصلا بتاعنا متبل، يعني ملح، يعني هحط ملح بسيط قوي، رشه بسيطه ما تسكرش. ادي شرايح البانيه بتاعتنا هنحطها كده في بوله. صباح الفل يا مروه. الو، صباح الفل. صباح الفل يا ميسي. صباح الهنا والجمال. ازيك يا سيما؟ والله انا بحبك قوي، بحب اكلتك يا سيما. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. انا عايزه اسالك عن ال اسمه ايه؟ قولي.
صوابع زينب بس عايزاها ضروري. حاضر عيوني، ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنجاوب على كل اسئلتنا وهجاوبك عليها. حاضر ماشي ماشي. بس كده مش عايزه اي طلبات تانيه؟ هو في عايزه الكيكه الاسفنجيه دي. الكيكه الاسفنجيه حاضر عيوني. اه عيوني حاضر ماشي. ماشي نورتيني يا حبيبتي، صباحك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا حطيت ايه وانا بكلم مروه. حطيت بسم الله، حطيت البانيه، شرايح البانيه بتاعتنا، حطيت ليمون وحطيت ملح وفلفل اسود. ملح رشه بسيطه جدا، ليه؟ لان انا متبله البقسماط بتاعي، او انا جايبه البقسماط بتاعنا اصلا متبل جاهز. لو انا متبلاه برضو اراعي حته ان انا حاطه فيه ملح علشان ما يطلعش حادق مني. وبعمل كده كده، اسهل من كده مفيش. ولا بحط بيض ولا بحط من دقيق لبيض وارجع احط في البقسماط تاني والكلام ده كله، لا، من الليمون بالملح والفلفل الاسود، والملح يكون بسيط، الملح يكون بسيط خالص علشان البقسماط بتاعنا متبل. وبعمل بالشكل ده. جربوه النهارده كده في قطعتين، وتبلوا بليمون وحطوا رشه ملح بسيطه ومعاهم الفلفل الاسود، ما يكونش برده كتير عشان ما يغمقليش قطعه البانيه بتاعتي. واعملوها في البانيه اللي هو في البقسماط اللي هو المتبل، او في البقسماط اللي احنا عاملينه عندنا، وسيبوه شويه في التلاجة يمسك بس التتبيله فيه، وقلوه وشوفوا قطعه البانيه نفسها. انا كمان ممكن ان انا اشيل نصه واقللكوا شريحتين علشان تشوفوا شكله هيكون عامل ازاي، والقوام بتاعه هيكون عامل ازاي، لونه نفسه هيكون عامل ازاي. في ناس كتير لما بتقلي البانيه بتلاقي لونه مغمق، دي حاجه. تاني حاجه بتلاقي الطبقه اللي بره فكت، يجوا ياكلوا قطعه البانيه تلاقيها فكه. في ناس كتير ما بتحبش ريحه البيض في التتبيله، انا واحده من الناس ما بحبش البانيه او اي مقليات معموله في البيض. فهنعمل بالشكل اللي بوريه لحضراتكم ده كده، وهقللكوا قطعتين علشان تشوفوا شكله هيكون عامل ازاي وقوامه هيكون ماسك نفسه ازاي، ما يبقاش طاري في ايدينا. دلوقتي انا تبلته او بصمته زي ما بنقول كده، ان احنا عاملين النهارده البانيه المبصم. يعني ايه المبصم؟ يعني المعمول في بقسماط. بصمته بالشكل ده، هعمل فيه ايه؟ طبق اللي هو الفل اللي هو بتاعنا نص كيلو او الكيلو، واروح حاطه فيه اكياس ثلاجه، واروح حاطه الاثنين مثلا القطعتين، وابدا احط بينهم كيس نايل، وابدا احط قطعتين تانيين واشيله في الفريزر. خدته اتجمد معايا وخدته وسافرت بيه، هروح سايباه بره يفك حوالي 10 دقايق بس التجميده بتاعته، وابدا ان انا اقليه في زيت سخن. هيطلع معايا اكني لسه قلياه بالظبط، او اكني لسه، قصدي اسفه، اكني لسه متبلاه بالظبط اهو بالشكل ده كده. خد معايا وقت ما خدش معايا وقت، عندي ضيوف جاتلي على غفله، وعندي بانيه ولسه بقى مش عايزه، لسه هجيب بيض منين وما عنديش بيض والكلام ده كله. هو البقسماط فكيناه، حطينا عصره ليمون مع رشه ملح وفلفل اسود، طلع معانا في منتهى الجمال. انا مش هفرز بس النهارده، انا هوريكم كمان لما بيتقلي شكله عامل ازاي والقطعه متماسكه معانا ازاي. خلصنا الصنف بتاعنا وما خدش مننا اي حاجه ولا خد مننا وقت بالشكل ده كده اهو. صباح الفل يا اماني. صباح النور. صباح الهنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي نورتيني. سامعاك يا ماما. ايه معلش، عايزه طريقه التوست. طريقه التوست عيوني حاضر. عايزه الاسمر ولا الابيض؟ لا الاسمر. الاسمر عيوني حاضر. ليكي اي طلبات تانيه؟ متشكره قوي، نورتيني حبيبتي باتصالك، صباحك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده خلصنا الكميه بتاعتنا بالشكل ده، نفضي مكاننا ونيجي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا جاهزه ان انا اشيل في الفريزر، وفي نفس الوقت جاهزه ان انا اقلي منه قطعتين علشان اشوف شكله هيكون عامل ازاي، اشوف شكله هيكون عامل ازاي واشوف القوام بتاعه هيطلع معايا مظبوط. التتبيله هتفك مني، هتطلع القطع طريه، انا مش حاطه له بيض ومش نقعاه مثلا في بيض ولبن، هما بيبقوا حاطين بيض ولبن علشان يطري القطعه. الليمون اللي انا حطيته انا عايزاه يمسك القطعه وهيديها سنه مزازه وطعم مختلف. هنشوف مع بعض الشكل هيبقى عامل ازاي بتاع قطعه البانيه بتاعتنا لما نقليها، لونها نفسه هيبقى عامل ازاي، مش هيبقى لون غامق ولا الكلام ده كله، كل دوت هنشوفه مع بعض دلوقتي. عندي الطبق اللي هو الفيلم بالشكل ده، وعندي كيس التلاجة. هنعمل كده، هو على قده ماشي. دلوقتي انا بحفظ علشان افرز علشان اخده معايا في السفر، بروح عامله كده. بالشكل ده كده. ليه الحركة اللي انا عملتها دي؟ انا عايزاه الكيس يبقى ممسوك معايا علشان يستحمل حركة السفر.
مش على ما مسافر واجي افك الشنطه بتاعتي الاقي الحاجه واقعه من الاطباق، لا عشان كده لبست الكيس بالشكل ده. صباح الفل يا اسماء. فصل. حاولي تكلميني مره تانية. بصوا كده نبدا نفرز على ما الزيت بتاعنا يسخن علشان نقلي قطعتين ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. لبست الطبق بتاعنا كيس وهبدا اعمل كده. بصوا القطعه ماسكه نفسها ازاي، ولا سايبه ولا التتبيله بتاعتنا او البقسماط بتاعنا طري ولا اي حاجه. هعمل كده. طبعا الكيس بتاعنا التاني ده هروح فاتحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط كيس في الاول علشان يمسك لي الطبق، وكيس في الاخر بلبسه ان هو يمسك لي الطبق بتاعنا كامل. بعمل كده وبروح رصه الباقي. الكلام دوت مش للسفر بس، الكلام دوت حتى لو انا بفرز عندي في البيت. راح عامله كده. ممكن نسيب دول نقليهم اهو كده، اهو كده خلاص معايا. واروح ملبسه كيس تاني يمسك لي كل الدنيا اللي احنا عملناها دي. كده جاهز ان هو يتشال في الفريزر. مسافره هاخده معايا، مش مسافره يبقى هو عندي في البيت. بس كده اهو، وراح عملت بقى عندي. طب بص انا خرجت كل الهواء اللي منه ورحت لم على طول علشان ما يبقاش فيه هواء ويديني رطوبه يبوظ لي التتبيله اللي انا حطاها ويخليها طريه او يوصل لها ميه. ده اللي انا عملته بقفله الكيس علشان تبقى مظبوطه معايا. عندي الزيت، ناخد شويه تتبيله كده صغننه نشوف الزيت سخن ولا لا. ما نحطش ميه ولا نحط اي حاجه. طيب انا عايزاه يسخن شويه كمان. على ما الزيت بتاعنا يسخن شويه كمان ونشوف هنقلي ازاي والتتبيله بتاعتنا هتبقى مظبوطه ازاي وهيطلع متماسك ولونه فاتح والقطعه بقطعتها مش طريه. هنشوف دلوقتي هتبقى عامله ازاي. محمد سمير عايز يطلع فاصل. صباح الفل يا محمد. هنطلع فاصل، هشيل الزيت على ما نطلع الفاصل عشان مش هقلي الا لما ترجعوا لي. وهنرجع نعمل ايه؟ نعمل الشيش طاووق ونشوف تتبيلته اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض اللي هي دي. انا شايلها من ساعتها في التلاجة. شوف من ساعة ما عملنا التتبيلات مع بعض شايلها من ساعتها في التلاجة. جيت فتحت التلاجة امبارح ورحت مطلعاها منها، رقيتها ريحتها اكنها لسه معمولة بالظبط. هنزلها تاني ونشوف عملنا فيها ايه. فاصل صغير ونرجع نكمل وصفاتنا. اوعوا تروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعت من الفاصل. عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا الزيت بتاعنا، عشان بس اعرفكم حاجه، انا قلت لكم انا هشيل الزيت عشان ما يسخنش قوي، تمام؟ انا رجعت الزيت تاني علشان لما نرجع يكون سخن. قلتها لكم قبل كده، اول ما استخدمنا بدانا نستخدم زيت سندباد ان هو بيتحمل درجه حراره ودرجه حراره تبريد او درجه حراره سخونيه عاليه. لو احنا حاطين اي زيت تاني كنا حاطينه على النار شويه دول او الوقت بتاعنا ده كله كان زمانه بيدخن وزمان الدنيا كلها مدخنه وزمانه بيتحرق. دي ميزه زيت سندباد ان احنا لما بنسيبه على النار بيستحمل درجه حراره عاليه جدا، ولما بنشيله كمان في الفريزر بيستحمل درجه تبريد عاليه جدا، على اساس ان هو بيحفظ لنا الحاجه، ما بيجرمش، ما بيبص، ما بيفصلش عن التتبيله اللي احنا شايلينها فيه. دي ميزه زيت سندباد. دلوقتي احنا حاطينه اهو سخن معانا، وهبدا ان انا البانيه اللي انا تبلته معاكم هنبدا نحطه ونشوف. ما بياخدش وقت، هنشوف لونه عامل ازاي، هنشوف قوامه عامل ازاي، هنشوف ان التتبيله ماسكه فيه ما بتطلعش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نسيبهوش ونروح نقعد في حتة، هيطلع معانا في ثواني دلوقتي وهتشوفوا شكله عامل ازاي. ما بقلبوش. ليه ما بقلبوش؟ لان الزيت من فوق ومن تحت، يعني هو اصلا كده كده هيتحمر من فوق ومن تحت من غير ما افضل اقلب فيه. بصوا بدا ان هو يطلع على الوش،
انا ولا قلبت ولا اي حاجه، هيبدا يطلع على الوش عشان كده بدا ان هو اهو يتحمر معانا. بصوا شكل البني عامل ازاي، عايزه ان انا احمره عن كده عشان يغمق، ما فيهاش اي مشكله، على حسب اللون اللي انتوا عايزينه. هنطلع دلوقتي قطعه الفليه او قطعه البانيه بتاعتنا وهنشوف ان هو ولا خلطه سايبه من عليه ولا القطعه طريه ولا اي حاجه. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي القطعه بقطعتها، ولا تتبيله سايبه ولا اي حاجه. بصوا لونها ولا مغمق ولا في اي مشكله. القطعه مسدوده ليه كده؟ بفعل الليمون اللي احنا حاطينه. البصل بيطري الانسجه بتاعت الفراخ، علشان كده لما بنعمل بنقعه في ميه بصل بنلاقي القطعه بقت طريه، وبنحط التتبيله عليه لو حتى حطينا بيض او الكلام ده كله، كل ده بيخلي القطعه طريه، تحسوا ان هي مش ماسكه كده. لكن بصوا دي، بصوا قطعه الفليه اصلا عامله ازاي او البانيه عامله ازاي، تفتح النفس. عايزها ازاي؟ هنا عند ايمن، ما شاء الله ايمن جاي رايق النهارده وربنا يسعده دايما يا رب. بصوا كده ادي اللي احنا عملناه، نسيبه على جنب يبرد وبعدين نشوف هنقدمه ازاي جنب البانيه بتاعنا اللي احنا تبلناه وشلناه للتفريز. نيجي بقى دلوقتي لتتبيله الشيش طاووق. هنقول هتنزل اول التتبيله بتاعتنا بس بعد ما اصبح على سيري واقول لها صباح الفل. صباح الفل يا شيف. نوطي التلفزيون طيب. صباح الهنا والجمال على عيونك. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب. انا عايزه اسال على كيكه الاسبونج دي، اسبونج بابتي اللي هي الكيكه الاسفنجيه اللي بنعمل منها الترط. ماشي عيوني، حاضر. بس عايزه بقى ان فيها الزينه بتاعت عجينه السكر وكده يعني. احنا انت عايزه العجينه نفسها بتاعت الاسبونج ان انت تعملي كيكايه او التورتايه، ولا عايزه تزين التورتايه بعجينه سكر؟ انا عايزه عجينه التورته وبعجينه السكر. عيوني الاثنين، حاضر. بس ده النهارده بس يا شيخ. حاضر عيوني الاثنين، حاضر. نورتيني باتصالك جنى من حلقه العيد ميلاد، طلعي لي الكيك الاسبونج. ماشي، تسلمي لي يا رب ان شاء الله. مقاديرنا هتنزل دلوقتي على الشاشه. خلطه التتبيله الشيش طاووق، تتبيله الشيش طاووق تحفظوها عندكم وتعملوها في بطرمان زي ما انا ما عملت كده، هتتشال في الثلاجه. انا متهيألي بقى لي عاملاها ايه، ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع انا كنت متخيله ان انا هفتح الثلاجه الاقيها ان هي الزبادي بتاعها بدا ان هو يحصل له حاجه او الكلام ده كله، بالعكس بفتحها النهارده لقيتها زي الفل، اكني لسه عاملاها. زيت سندباد اللي احنا حاطينه بيه وحافظين بيه التتبيله بتاعتنا مخليها محفوظه، علشان كده قلت لكم انا عايزه اجيب بوله عشان افضلكم منها ونشوف شكلها. بصوا كده، هجيب الاول ايه الشيش طاووق بتاعنا. الشيش طاووق بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن وراك مخليه ومتقطعه مكعبات كده، تمام؟ تسلم ايدك يا مهند. متقطعه مكعبات كده. لو انا ما عنديش وراك مخليه وعندي صدور مش هتنفع؟ لا طبعا تنفع. هل لازم ان انا اعمل الشيش طاووق بالوراك؟ مش شرط، مش شرط. ده هينزل معدتي وده هينزل معدتي، ده هيتبل حلو وده هيتبل حلو. هل معدتي هتقول لا ده مش وراك ومش هاكله شيش طاووق بالشكل ده؟ لا طبعا، اللي موجود عندي هستخدمه، اللي موجود عندي هستخدمه. بصوا التتبيله بتاعتنا، هنفضي التتبيله يا محمد وتنزل لنا مقاديرها على طول. شكرا. بصوا كده التتبيله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكل التتبيله اكنها لسه معموله، اكنها لسه معموله، عاملينها بقى لنا يجي ثلاث اسابيع ومحفوظة عندنا في التلاجة. أهم حاجة لما نيجي ناخد منها المعلقة اللي ناخد بيها ما تكونش مبلولة زي ما أنا ما عملت كده، يا إما هناخد بالمعلقة يا إما هناخد إن إحنا نفضي شوية زي ما فضينا كده ونعمل كده. المقادير نزلت معانا على الشاشة عشان حضراتكم تصوروها وتحفظوها عندكم. مقاديري بتقول إن أنا معايا إيه للشيش طاووق نفسه، نص كيلو أوراق مخلية ومتقطعة مكعبات، بصل مكعبات، فلفل ألوان مكعبات، ملح وفلفل أسود بس أنا مش هحطه لأن التتبيلة بتاعتي متتبيلة حلوة قوي، لو هي دلعة أو الكلام ده كله ممكن نزود لها ملح وفلفل أسود. تتبيلتنا بقى اللي احنا حافظينها أصلا في البطرمان، تلات كوبايات زبادي، معلقتين كبار، مش شايفة، كوبايتين عصير ليمون، كوباية زيت سندباد، تلات معالق كبار هريسة حارة اللي هي الشطيطة، معايا
مع اتنين فلفل احمر مشوي مفروم اللي هو الفلفل الحلو بتاعنا، معايا معلقتين كبار توم بودر، معلقتين كبار بابريكا، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره كمون، ومعلقه كبيره حبهان بودر، ومعلقه صغيره خالص قرفه بودر، ومعلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره فلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. ممكن تحسوا ان هي كتيره، لا بس هي مش كتيره. لما نجمع المكونات دي كلها ونحطها في بطرمان عندنا في الثلاجه، الموضوع مش هياخد مننا ربع ساعه في تحضيرها. حطيناها في بطرمان هتوفر علينا ايام كتير قوي. طلعت الشيش طاووق وحطيت عليه الفلفل والبصل الفلفل الالوان المكعبات والبصل، حطيت تبلتها شويه في التتبيله، عايزه اسيبها في الثلاجه نص ساعه او ربع ساعه زي ما انتم عايزين، مش عايزين اسيبها واشتغل على طول. ماشي، يا دوب هحط الشيش طاووق بتاعنا في العيدان بتاعت الخله وابدا ان انا اشويه. مش عايزه ان هو اعمله في عيدان خله، وده اللي هيحصل لان انا هاخدها معايا في سفر. هعمل زي ما هعمل دلوقتي حالا وهنشوف هنشيلها ازاي. حطيت كل المكونات مع بعض. تتبيلتي اصلا فيها زيت، بس انا حطيت شويه زيت كمان علشان هي مسافره، عايزه ان هي تتحفز زياده. زيت سندباد اللي هنحطه هو اللي هيحفظها لنا الزيت. مجرد ما نزلت النار مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله نفسها عامله ازاي. هزود ميه ولا هزود ميه ولا اي حاجه خالص. ليه؟ تتبيلتي فيها زبادي وفيها عصير ليمون، والبصل اللي انا حاطاه المكعبات ده اساسا هو والفلفل هينزل شويه ميه صغيرين. كل اللي انا عايزاه هسيبها على النار تتلسوع معايا وتستوي، وبعد كده هبدا ان انا اسيبها تبرد واحفظها واكلم دينا واقول لها صباح الفل. صباح النور. بس دينا توطلنا التلفزيون شويه. انا بحبك قوي يا شيخ. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. انا عايزه اعمل اهداء. اتفضلي. طبعا انا بقول لصاحبتي اسماء عبد العزيز كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها. وهي بالف صحه وخير، كل سنه وانت طيبه يا سمسم، وعقبال مليون سنه يا رب. شكرا يا شيخ، نورتيني يا حبيبتي باتصالك، مع الف سلامه في حفظ الله. كده حطينا شيش طاووق بالتتبيله بتاعته. كل اللي هنعمله ايه؟ هنستنى ان هو يستوي ويتلسوع الاسواع الحلوه اللي احنا بنحبها، مش هنزود له اي ميه ولا اي حاجه خالص. عايزه اجيب الطبق بتاعنا علشان نحط فيه البانيه اللي احنا قليناه. ناس كتير لما بتيجي تقلي البانيه وتسيبه يبرد شويه تلاقيه كرمش، تلاقيه فك، تلاقي الطبقه اللي فوق الوش بقت حاجه وهو حاجه تانية خالص. بصوا زي ما هو ماسك نفسه اكننا بصوا بالشكل ده. دي فايده ان انا بعمل البانيه بتاعي من غير بيض ومن غير ميه بصل. صباح الفل يا مدام ساميه، حاولي تكلميني مره تانية، نورتيني باتصالك. شيش طاووق تمام. احنا كده عملنا ايه النهارده؟ عملنا البانيه المبصل وقليناه ووريته لكم لما اتقال عامل ازاي. عملنا الشيش طاووق هسيبه يستوي على النار. عندنا ايه؟ ممكن نجاوب سؤال من اسئلتنا قبل ما نطلع الفصل، ايه رايكم؟ يلا بينا نيجي دلوقتي للاجابه على الاسئله بتاعتنا. حبيبتنا عروستنا اللي فرحها بعد 15 يوم وكانت عايزه تسال على طرق للجمبري بكذا طريقه مختلفه. في طرق، ثلاث طرق للجمبري. يا اما بنعمله مقلي، يا اما بنعمله طاجن في الفرن، يا اما بنشويه. والثلاثه مكوناتهم تعتبر واحده. يعني ايه مكوناتهم تعتبر واحده؟ المقلي بس هو اللي ممكن يختلف. هنعمل الاول المقلي. الجمبري المقلي هنجيبه الاول نغسله ايا كان حجمه ايه، وهنشيل القشر بتاعه نقشره ونشيل كيس الرمل. بنشيل كيس الرمل ازاي؟ بجيب طبعا الخله هتبقى اصغر من كده، اللي هي الخله الصغيره بتاعت السنان، علشان لو احنا مش عايزين نفتح الظهر بتاعه وعايزين نشيل كيس الرمل. بنيجي من عند الراس بتاعت الجمبري، بنشيل الراس نفسها، وبنيجي نمسك حرف كيس الرمل ونسحبه بعود خله، حرف كيس الرمل وبنسحبه، هيطلع معاكي بكل سهوله. ده لو مش عايزه تفتحي الجمبريه من الظهر. عايزه بقى تفتحي الجمبريه من الظهر، بتروحي شقاها بالسكينه بحرف سكينه يكون حامي، وبتروحي شايله كيس الرمل وبتغسليه كويس قوي. غسلناه كويس جدا، رحنا حاطينه في مصفى ومعصره عليه ثلاث اربع ليمونات وهو في المصفى علشان ينزل اي زفاره فيه. بغسل السمك ازاي؟ بغسله بالليمون زي ما بغسل الكبده بالليمون بالظبط. يبقى هنحطه في مصفى ونعصر عليه ليمون كتير علشان ينزل كل الزفاره اللي فيه. غسلناه والحمد لله بقى زي الفل. نيجي بقى دلوقتي لو هنعمله مقلي.
فاكرين تتبيله الفراخ الفشار اللي احنا عملناها؟ انا بحب اعملها في الجمبري. ليه؟ علشان يديني شكل منعكش كده، شكل الجمبريه تبقى ماليه مركزها كده وكبيره. ايه هي التتبيله بتاعتنا؟ بجيب كوبايتين دقيق وبحط عليهم، بس التتبيله بتاعت الفراخ الفشار غير الجمبري خالص في توابلها. يعني ايه في توابلها؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. جبنا كوبايتين الدقيق، حطيت عليهم ايه؟ توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، وحطيت بابريكا عشان تبقى الجمبريه معايا محمره. حطيت ايه تاني؟ شبت مجفف، يا اما هنجيبه من عند العطار يا اما هنجيبه من عند العطار قول له عايزه شبت ناشف، بيتباع زي البقدونس والكزبره بيتباعوا ناشفين عند العطار، يا اما انا هجيب الشبت عندي في البيت زي ما عملنا في الملوخيه وهنغسله ونقطع الورق بتاعه من غير العيدان ونسيبه ينشف وبعد كده نفركه ونحفظه عندنا. ممكن نعمل البقدونس والكزبره نفس النظام. بحط في تتبيله الجمبري ايه تاني؟ كوبايتين دقيق، ملح، كمون، ما بحطش فلفل اسود، بحط بابريكا، كزبره ناشفه، بصل بودر وتوم بودر وشبت مجفف. حلاوه الجمبري او حلاوه السمك عموما في الشبت، تمام كده، وشويه شطه صغيرين. كوناها وعملناها على جنب، ببدا ان انا احط عليها شويه ميه علشان يبقى الخليط بتاعها زي خليط الكيك. نقعت فيه الجمبري اللي انا غسلاه بالليمون وريحته زي الفل وركنته على جنب. اجي للتتبيله الثانيه اللي هي التغليفه اللي هي قبل ما اقلي على طول. كوبايتين دقيق ونفس التوابل اللي انا حطيتها هنا هحطها الناحيه الثانيه. نفس التوابل اللي حطيتها في الخلطه الاولانيه هي اللي هحطها في الخلطه الثانيه. وبعد ما انقع الجمبري شويه في التتبيله اروح شايله حاطه التتبيله الثانيه بتاعتنا في كيس ثلاجه، واروح شايله الجمبري مصفياه وحطاه في الدقيق وابدا ان انا ارجه علشان يديني الطبقه المنعكشه اللي بره دي. الزيت عندي سخن، نزلت فيه الجمبري، طلع لي جمبري كريسبي منعكش كبيره، الحبايه كبيره، الفتحه بتاعت الظهر دي هتديني شكل حلو قوي في القليه. ده كده الجمبري المقلي. هطلع فاصل وارجع من الفاصل، عندنا لسه الجمبري الطاجن وعندنا الجمبري المشوي وعندنا لسه بقيه وصفاتنا، وفي اسئله جات لي على الصفحه امبارح ان شاء الله هجاوب عليها النهارده. فاصل صغير ونرجع نكمل بقيه حلقتنا، اوعوا تروحوا في اي حته ومستني. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ طول الوقت الفاصل وانا عماله بقلب في الشيش طاووق اللي عملناه، ما حطيتلوش ميه، ما حطيتلوش ميه. الصوص او العصاره دي منه فيه من التتبيله نفسها، تتبيلتنا فيها زبادي وفيها دلوقتي احنا حاطين فلفل وحاطين بصل كل دوت. بصوا الصوص بتاعه تقيل ازاي، مش سايل. هفضل حطاه على النار، انا عايزاه يبدا ان هو ينشف معايا ويبدا يتلسوع، وهسيبه يبرد وبعد كده هشوف هحفظه ازاي او هشيله ازاي. ده بالنسبه للشيش طاووق بتاعي. نيجي بقى دلوقتي للارانب. الارانب دي بالنسبه لي عشق. ناس كتير ايه ده، لا دي ما اعرفش ايه وحوارات وكلام كتير كده، انا بركن كل ده على جنب وباكل اللي على مزاجي، باكل الحاجه اللي بحس بمتعه وانا باكلها. هرجع من اول ما بنشتري الارانب، قلتها كذا مره قبل كده وفي ناس كتير يعني اعتمدت، يعني فضل وشكر من ربنا طبعا وبحمد ربنا على حاجه زي كده، بدات ان هي تروح للفرارجي تقول انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا. بدا الفرارجي يعرف ان هم ناس فاهمين، بيعرفوا يشتروا ايه وما يشتروش ايه. هنيجي دلوقتي من اول شراء الارنب. نشتري الارنب ازاي من عند الفرارجي؟ ما نروحش نعدي عليه ونقول له انا عايز ارنب مثلا كيلو ونص او 2 كيلو وهروح مشوار وارجع لك الاقي اخلص الدنيا وخلاص، ما اعرفش الدنيا فيها ايه، هو ذبحه شكله عامل ازاي، لونه كان ايه، نظفه كويس، سمى قبل ما يذبحه، كل ده بيفرق في طعم الارنب. ممكن الحاجات دي تكون بسيطه وما تفرقش معاكم حاجه، لكن صدقوني بتفرق كتير. الارنب عشان نشتريه ارنب ابيض ما يبقاش اسود، صغير، ذكر مش متين، ثلاث حاجات. ارنب ابيض مش اسود، يكون صغير يعني كبيره قوي يبقى كيلو ونص، اكبر من كده هتلاقوا اكنكم مش هتحسوا بتسكيره، هتحسوا ان اللحم بتاعه اكنكم بتاكلوا لحم ابيض وبس، لحم ناشف، لحم ناشف، مش هيبقى فيه مسكر، مش هيبقى ناعم، وانتوا بتاكلوه كده مش هيبقى فيه نعومه.
علشان كده ما يزيدش وزنه عن مثلا هو كيلو ونص كيلو و800 بالكتير قوي. تمام، يكون دكر مش نتيه، دكر مش نتيه، ده كله بيفرق في طعم الارنب نفسه. اتمنى من ربنا ان انتوا تبقوا واقفين وهو بيذبح عشان تسمعوا التسميه بودانكم. حته التسميه وهو بيسمي وهو بيذبح دي بتفرق كتير قوي في الاكل بتاع الارنب. ممكن امهاتنا وجدودنا هيبقوا عارفين اللي انا بقوله دوت. تيجي تعملي الارنب تلاقيه واقف كده، قرفته مش حلوه، كل لما تيجي تطلعيه من الفريزر تقولي النهارده هعمل الارنب ده، يحصل لك اي مشكله او اي حاجه تضطري ان انت تشيليه تاني. كل ده بيفرق، مش هتاخدوا بالكم من الكلام ده، بس ده فعلا بيحصل، والله بيحصل. ولو بيحصل معاكم اتصلوا بيا قولوا لي فعلا بيحصل ولا لا. الاكل ده قرف، بيبقى حسب اللي بيذبح، عشان كده تسمعوا التسميه بودانكم بيفرق كتير. جبنا الارنب واتذبح الحمد لله واتسلخ قدامنا وهو سمى بسم الله وهو بيذبحه، والارنب بتاعنا بقى زي الفل. نيجي بقى نروح البيت، هناخده منه نعمله كده على طول؟ لا مش هنعمله كده على طول. هعمله ازاي؟ بغسل بدقيق، بغسل بدقيق على الناشف علشان اشيل اي زفارة او اي حاجة، بس هو ادام الارنب دكر مش نتاية ما بيبقاش في ريحة اي زفارة. الارنب ادام دكر مش نتاية ما بيبقاش في ريحة اي زفارة. غسلناه كويس عشان الوسواس اللي في دماغنا، بدقيق على الناشف، وبعد كده غسلناه كويس قوي وحطيناه في مصفى اتصفى، ولا عصرنا ليمون ولا حاجة. عصرنا ليمون حطينا خل، اللحم بتاع الارنب نشف. عصرنا ليمون حطينا خل على غسيل الارانب، اللحم بتاع الارنب نشف وهتلاقوه راح شادد. تمام كده، يبقى الغسيل ما يتحطلوش ولا لحم ولا ليمون ولا خل. صفيناه من الميه. نيجي بقى دلوقتي علشان نظبط الارنب بتاعنا. عندي حله او طاسه على النار فيها شويه زيت سندباد صغيرين. هو انت مش هتسلقي الارنب؟ هسلقه، امال اللي بتعمليه ده ايه؟ ما انا لازم اديله صدمه عشان اخد معايا شوربه ارنب نظيفه، اخد شوربه ارنب فاتحه ما تبقاش غامقه. هعمل ايه دلوقتي؟ ادي الارنب عندي اهو مغسول وكويس قوي، عندي الزيت اهو، نلبس بس الجوانتي في ايدينا عشان نشتغل براحتنا. دلوقتي انا هديله صدمه وهحط له لوره وحبهان وبصل وطماطم. هحط له ميه؟ هحط له ميه، بس لما البصل والطماطم والارنب ينزلوا الميه بتاعته، عايزاه يستوي منه فيه، وبعد كده هروح مدياله الصدمه بتاعته دي يستوي من جميع الجوانب، وهسيبه يبرد وهشيله. تتبيلته ايه؟ فلفل اسود ورشه بسيطه علشان ما يغمقش معايا، وسنه ملح. عايزه احط له واستغنى عن ده كله، احط مكعب مرقه ما فيهاش اي مشكله. تمام، نشف معايا وخلاص سبته يبرد، وهبدا ان انا احفظه واشيله وبرد. لما اروح اسافر هعمل ايه؟ هروح مفضياه يشم نار، واروح احط عليه ميه سخنه واتبل بقى مكعب مرقه. ممكن احط لورا وحبهان تاني، انا ممكن اصلا هشيله بالحبهان واللورا بتوعه، فمش هحتاج ان انا احط حبهان ولورا تانيين. ممكن اجيب دي هنا عشان تبقى ظاهره معانا اكتر. حله او طاسه فيها زيت، شويه زيت سندباد صغيرين، وادي الارنب بتاعنا. بصوا اللحمه طريه بتاعته ازاي، بصوا لون الارنب بتاعنا عامل ازاي، ولا مزرق ولا لونه غامق ولا اي حاجه، لونه بمبة مش ابيض، لا بمبة. معنى كده ان الارنب بتاعنا طازه وزي الفل، وفي كل المواصفات اللي احنا عايزينها في الارنب اللي احنا عايزين ناكله. الفروه بتاعته تكون بيضه، بيسالوني في الكنترول لازم الفروه تكون بيضه؟ لازم الفروه تكون بيضه. ليه؟ لو الفروه سودا والجزار اللي قدام او الفرارج اللي قدامي مش متمكن قوي من السلخ، الفرو الاسود لما بيمسك في لحم الارنب ما بيتشلش. مهما تشيليه حتى لو تعملي ايه بتلاقي فيه بواقي فرو. عشان كده انا بجيب الارنب الابيض. ليه؟ بيتسلخ بسهوله. الفروه البيضة بتتسلخ بسهوله، حتى لو لزق من الفرو ده، لو حصل ولزق من الفرو حاجه في اللحم بتلاقيها بتتشال بسهوله ما بتمسكش. بصوا كده الصدمه بتاعته من جميع النواحي، ومجرد ما ياخد الصدمه اهي، ادي رشه الفلفل الاسود مقاديرنا نزلت على الهواء. مقاديري بتقول ان انا معايا ارنب ابيض متقطع 8 قطع او 6 قطع زي ما انتوا عايزين. معايا ايه تاني؟ طماطمايه 4 وبصلايه 4 ولورا وحبهان، ملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. خد الصدمه بتاعته من جميع النواحي اهو، هعمل كده
كده وهسيبه يبق ميته ويشربها، مش هزود اي ميه. انا كده حطيت رشه فلفل اسود، ادي رشه الملح بتاعتنا، وكان الله بالسر عليه. اكتر من كده مش هزود حاجه. هزود ميه؟ لا مش هزود ميه، انا عايزه هو كده بس. الطماطم دي هتنزل ميه، البصل هينزل ميه، ممكن نغطيه هيبق ميه زياده، بس انا مش عايزه اغطيه، انا عايزاه ينشف معايا، عايزاه ينشف معايا علشان لما احفظه واشيله ما يبقش ميه ويطرى في الطريق، انا عايزاه يفضل ماسك نفسه. سافرت بيه، هنعمل ايه لما نسافر؟ هكلم ام سيف واقول لكم هنعمل ايه. صباح الفل يا ام سيف. الو الو ام سيف، فصلت، حاولي تكلمينا مره تانيه. دلوقتي نشف معايا وخد الصدمه بتاعته من جميع النواحي وخلاص، بك ميته وشربها وخلاص على كده. هسيبه يهدى واروح حطاه في اكياس الثلاجه وافضي منه الهواء، وابدا اقفلها زي ما قفلنا قبل كده الاكياس بتاعتنا بالفويل والمكوى، وابدا اشيله ويتجمد. سافرت بيه ممكن اعمله على كيسين او كيس واحد، لو انا فردين ممكن اعمله على كيسين، لو انا فردين او ممكن اعمله على كيسين، لو احنا اكتر ممكن اعمله على كيس واحد زي ما انتوا عايزين. خدته وسافرت. دلوقتي انا عايزه بقى اعمل ايه؟ ارنب مسلوق عشان اخد الشوربه بتاعته، اعمل عليها حبه ملوخيه زي العسل. هروح عامله ايه؟ حطاه في حله، يا دوب بس ان هو يفك التجميده بتاعته ويشم النار، وابدا بعد كده اروح حاطه عليه ميه سخنه بمكعب المرقه بطماطمايه بجزرايه ببصلايه، كل ده هيطعمني الشوربه بتاعتنا. خد الغلوتين، مش اكتر مش اكتر من غلوتين، لسبب لان هو يعتبر مستوي فمش هياخد وقت معايا. صباح الفل يا ام ايه، شكرا لاتصالك وحاولي تكلميني مره تانية. بصوا كده الشيش طاووق كده جاهز، هو اصلا على الاكل. بصوا عامل ازاي، البصل دبل، الفلفل دبل، ريحه التتبيله هايله، ومش بقول كده عشان اشكر في اللي انا عاملاه، بس جربوها هتتاكدوا من اللي انا بقوله. هنبدا ان احنا نشيله كده، وابدا اقفل الاكياس زي ما قفلناها. يبقى كده عملنا بانيه مبصم وعملنا الشيش طاووق. البانيه جاهز على القليه والشيش طاووق جاهز على الاكل. عملنا بقى الشيش طاووق، حمرنا جنبيه شويه بطاطس، عملنا جنبيه مكرونه، عملناه وحطيناه في سندوتشات زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده اهو. نطلع الهواء خالص. صباح الفل يا ام ايه. صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك. عامله الحمد لله يا حبيبتي، انا بخير طول ما انت بخير. انا كنت عايزه الفيش السريع اللي انت عملتيه قبل كده، ممكن تنزله لي؟ الفيش السريع؟ عيوني، حاضر. ليك اي طلبات تانية؟ شكرا، نورتيني حبيبتي باتصالك. بصوا بدأ ان هو بالشكل ده، عايزه اغطيه عشان يبق ميه مع البصل والطماطم، ماشي مش عايزه اغطيه ما فيهاش اي مشكله، بس انا عايزه ان هو يكون على الناشف علشان يثبت معايا. تسخن المكوه بتاعتنا وهنبدا ان احنا نقفل اكياس الشيش طاووق بتاعتنا علشان نشيلها تتجمد في الفريزر ونصفرها معانا. التتبيله اصلا فيها، حاضر، التتبيله اصلا فيها زيت سندباد، وانا بشوحها حطيت زيت سندباد تاني ليه؟ علشان يحفظها لي وقت السفر. انا قلت ان السندباد بيستحمل درجه حراره عاليه ودرجه بروده عاليه، علشان كده هو اللي يحفظ لنا الحاجه بتاعتنا وان هي ما تبص بسهوله. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ مش هعمل اي حاجه غير ان انا تكون المكوه عندي سخنت وهقفل الاكياس بتاعتنا. الارنب بتاعنا يكون بك ميته وشربها، هغطيه دلوقتي اهو كده علشان انا عايزاه يبك ميته ويشربها علشان يبقى تسويته منها فيه، مش عايزه ادخله ميه من بره. ونرجع نجاوب على بقيه الاسئله بتاعتنا. فاصل صغير وتروحوا في اي حته ومستنياكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ كل اللي عملته، بص شكل الارنب بتاعنا عمل ازاي، اتلسوع واستوى. احمد بيقول لي
احمد سالم بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا نونا هو كده الارنب ده استوى يعني ممكن يتاكل؟ او ممكن يتاكل لان هو صغير. بصوا كده بصوا مع رشة ملح وفلفل اسود ممكن يتاكل زي ما هو كده لو احنا مش عايزين نسلقه، لكن انا واخداه معايا السفر يا اما لو هاكله كده. طريقتين استخدمهم فيه، هاخده كده حاضر هاخده كده وهعمل له شرايح بصل وشرايح طماطم وشرايح فلفل، ادعكهم مع بعض ملح وفلفل اسود واروح حطهم في صينيه واحطهم عليه واروح مغطياه مع شقشق ميه صغير كده. بقى عندي صينيه ارانب في الفرن لو انا مش عايزه اسلقه. عايزه اسلقه هعمل ايه؟ اروح ماسكاه حطاه في حله والميه تكون مغليه، ما احطش عليه ميه بارده عشان ما تطلعليش كل التوابل اللي فيه، مجرد ما تنزل عليه الميه السخنه وتاخد غلوه هتطلع لي شوربه في منتهى الجمال. تخيلوا لما تكون الطماطم والبصل بتاعنا ملسوع بالشكل ده كده والارنب نفسه بالتوابل دي، انا كل اللي حطيت له ايه؟ ملح وفلفل اسود بس، ما حطيتلوش اي توابل ثانيه، هيطلع معانا في منتهى الجمال واحلى شوربه ارانب ممكن تاكلوا عليها ملوخيه. ده كان بالنسبه للملوخيه للارانب بتاعتنا، عملنا الشيش طاووق وعملنا البانيه المبصل. نيجي بقى لاسئلتنا علشان مش هينفع ان الحلقه تخلص من غير حتى ما اجاوب على سؤالين ثلاثه. هينزل معايا دلوقتي الاسبونج كيك او الكيكه اللي هي بتاعت التورتايه او الاسبونج. الخليط دوت ممكن ينفع للسويسرول وممكن ينفع للكيك. هينزل معانا دلوقتي عشان تكتبوه وتصوروه، هقول لكم الطريقه بسرعه واحنا شغالين. انا عايزه الورقتين يعني كل ورقه لوحدها هتنزل علشان ده خليط وده خليط. يلا يا جنه. يلا تمام. لا ازاي؟ طيب ماشي نشوفها كده مع بعض. هي بس انتي لميتيها على بعضها، انا كنت عايزاها مقسومه زي ما احنا عاملين عشان لما يصوروها يبقى معروف ان الخليط ده مع بعضه والخليط ده مع بعضه. طيب ماشي. عندنا ايه؟ اربع بيضات هنفصلهم، اربعه صفار واربعه بياض. معايا ايه تاني؟ ثلاث معالق كبار سكر، ثلاث معالق كبار لبن حليب، معايا ثلاث معالق كبار زيت سندباد، معلقتين صغيرين فانيليا، ثلاث ارباع كوبايه دقيق، معلقه صغيره خل ورشه ملح. خلي الورقه عشان نقول ايه مع ايه، خليها على الشاشه ما تشيلوهاش. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بايه؟ هنبدا بالخليط اللي هو صفار البيض. اربعه صفار بيض هحط عليهم ثلاث معالق كبار من السكر وثلاث معالق كبار من اللبن، تمام، وثلاث معالق كبار من زيت سندباد ومعلقتين صغيرين فانيليا. تاني، اربعه صفار بيض عليهم ثلاث معالق كبار سكر، المقادير دي ناقصه نص كوبايه سكر، المقادير دي ناقصه نص كوبايه سكر. أربعة صفار بيض هنحط عليهم ثلاث معالق كبار سكر، ثلاث معالق كبار لبن حليب اللي هو السايل، ثلاث معالق كبار زيت سندباد ومعاهم معلقتين صغيرين فانيليا. هنضرب ده كله مع بعض، الخليط ده كله مع بعض. نيجي للخليط الثاني، هنحط ايه؟ أربعة بياض بيض، هنضرب معاهم نص كوباية السكر مع معلقة صغيرة خل ورشة الملح هنحطها مع ثلاث أرباع كوباية الدقيق. ضربنا الخليط الاولاني اللي هو صفار البيض والخليط والمجموعه اللي هي بتاعته وركناها على جنب. جينا لبياض البيض مع السكر، نضربهم جامد اول حد ما يديني فوم عالي. بعد كده هحط رشه الملح على الثلاث ارباع كوبايه دقيق وابدا انزل بالراحه بمصفى سلك وابدا اقلب بالراحه. بقى عندي اتنين خليط، خليط اصفر بيض وخليط ابيض بيض. هبدا اخد من الابيض بيض على الاصفر بيض واقلب من تحت. المعلقه عندي اهي وعندي البوله اللي فيها الخليط بتاعنا، ابيض بيض اللي هو الخليط اللي فيه ابيض بيض مع الدقيق مع رشه الملح، اتخلط كله كويس قوي مع السكر واداني خليط زي المارينج كده. هاخد منه معلقه واروح حاطه على الصفار البيض وابدا اقلب كده. بصوا ايدي من تحت لفوق بالراحه عشان ادخل في العجين هوا علشان لما احطه في الفرن يديني العلو اللي انا عايزاه ويبقى كيكه اسفنجيه. ما احطش الخليط ده كله مره واحده على ده وابدا اضرب كده. ده كده ضمنت كيكايه مكتومه، كيكايه مش مظبوطه، كيكايه مش هتطلع لي كويس. بالمعلقه على ده ومن تحت لفوق كده لحد ما يخلص الخليط خالص. اجيب الصينيه بتاعتي وتكون الحيطه بتاعتها عاليه، علو الصينيه او علو الحيطه بتاعتها هو اللي هيديني المقدار بتاع العلو بتاع الكيكيه. ما يبقاش الخليط عندي ده واستخدم صينيه قد كده، هيطلع لي العلو قد كده. على قد ما اقدر الصينيه تكون صغيره حيطتها عاليه علشان تديني علو. احط في الارض ورقه زبده، ضروري ضروري لازم في الارضيه ورقه زبده، هتطلع معاكوا اضمن بكتير. الفرن بتاعي شغال على كام؟ على 180 من قبل ما اشتغل بنص ساعه. قبل ما اشتغل بنص ساعة الفرن بتاعي عندي شغال علشان يسخن. فتحت الفرن مش هفتحه كده وافضل اتكلم حرارته طلعت ابدا بعد كده احط الكيك، لا. فتحت الفرن حطيت الكيكاية قفلت على طول. 35 دقيقة بالظبط، 35 دقيقة بالظبط افتح الفرن وافتحه بالراحة تاني
افتح الفرن وافتحه بالراحه اشوف شكل الكيك، بعود الخله وادخل في نص الكيكايه مش في الحروف، طلع معايا نظيف، قفلت الفرن وقفلت بالراحه. القفله الجامده ديت وان انا افتحه ويدخل له هوا هبطل الكيكايه. نقفل بالراحه الفرن واسيبها جوه 10 دقايق. اخرجها على رخام؟ لا مش اخرجها على رخام. اخرجها وشباك المطبخ مفتوح؟ لا ما ينفعش. درجات الحراره ديت اللي هي الساقعه مع السخونيه اللي طالعه منها من الفرن هبطت لي الكيكايه، بوظت لي الاسبونش اللي انا عاملاه. يطلع في درجه حراره سخنه بتاعت المطبخ، ما يبقاش فيه تيار هواء، افضيه على شبكه، عندي شبكه الفرن، شبكه من اللي بستخدمها للكيك، تتفضى على شبكه وتتساب تهدى خالص. شلت ورقه الزبده طلعت لي كيكايه ممتازه. هبدا ان انا لو هعمل تورتايه هحشيها في يومها، استحاله تتحشي في يومها واستحاله نستخدمها في يومها عشان هتبقى طريه، انا عايزاها تتحط في الثلاجه او تتحط في المطبخ ملفوفه استريتش او ملفوفه بكيس ثلاجه مفتوح اتنين وملفوفين لتاني يوم. اعملها قبلها بيوم واعمل ابدا احشيها واشتغل فيها تاني يوم. هشتغل فيها ازاي او احشيها ازاي؟ ابدا اقطعها ادوار، ابدا اسويها، بسقيها سيرب خفيف، مش عايزين تسقوها مش مشكله بس الاحسن ان هي تتسقي عشان تديني تطعيمه حلوه، وابدا احشي كريم شانتيه وابدا ازين من بره ومن جوه وصحتين وهنا على قلبك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده، وقتنا برده خلص. بكره عندي ايه؟ بكره عندي حلقه مش هقول لكم، خليها برده مفاجاه خفيفه، ما انا مش انا عارفه بس مش هقول لهم. خليها بكره مفاجاه برده، حلقه انتوا بتحبوها واستنيتوها مني كتير. بس قبل ما انهي اديني بس دقيقه يا محمد عشان خاطري. ناس كتير سالتني امبارح عن طريقه المش، بيسالوني ايه هي خميره المش وتتجاب منين. خميره المش دي حاجه بتتجاب من عند الفلاحين اللي بيبقوا موجودين في السوق بيبيعوا المش والجبنه القديمه. يعني ايه مش معتق؟ يعني المش بقاله قديم قوي مش جديد، هتلاقوا لونه مدي على بني شويه كده. المش ده هو ده الخميره، ان احنا نجيب كيلو مش خميره هو ده الخميره بتاعت المش، بنعمل منها البلاص او بنعمل منها البطرمان، بيبقى عندنا خلاص ادام عملنا المش بالخميره دي بقى احنا نفسنا عندنا خميره نبدا نوزع بيها على اخواتنا. دي خميره المش، بتتجاب من الفلاحين اللي في السوق، بتبقى قديمه قوي معتقه. يعني ايه معتقه؟ يعني بتكون قديمه ولونها بني بتدينا نتيجه حلوه قوي. ده السؤال اللي كنت عايزه اسال عنه. ناس كتير لما نزلت لهم كمان الداون امبارح اللي طلبوه مننا قالوا لي حاجته بتتباع فين؟ حاجته الاساسيه بتتباع في شارع الجيش في العتبه عند بياعين المنظفات، يا اما لو اي حد من حواليك كده بياع منظفات او بيعمل الصابون على ايده وفي معرفه ممكن ان هو يبيعها لك، غير كده هيقول لك لا ما بتتباعش عندنا عشان تضطري تشتري منه الحاجه جاهزه. اشتريها من شارع الجيش في العتبه هتطلع معاكي اوفر بكتير، وتسلم ايديكوا على كل اللي بتعملوه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون نالت رضاكوا. حلقه جديده بكره من البلد ديوكا المعنونه على شبكه بي ان سي، ويتجدد لقائنا ان شاء الله الساعه 10. اسيبكم من النهارده لبكره في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.